هنتصور بقى بعد الحلقة. حبيبة، يعني انا مش عايزه اقول لك حبيبي، يعني عندي مشاعر يعني قاتله جباره، سعاده جباره. يعني انا لو قعدت اقول لك انا سعيده بيكي ازاي وانت واقفه جنبي، مش عارفه اعبر لك ازاي عن سعادتي. انا كمان حبيبه، يعني بنت، يعني اتنين من اعز اصدقائنا وزملائنا، واتنين متميزين جدا في مجالهم. زميلتنا داليا فرج طبعا الاعلاميه المتميزه، والمخرج الكبير سامح عبد العزيز، فطبعا في هنا تركيبه فنيه خاصه جدا، صح؟ اه. انا قعدت سالت حبيبه، حبيبي انا هسالك بقى الاسئله اللي قعدت سالتها لك واحنا جايين. حبيبه، في تمثيل وفي تقديم، تحبي تمثلي ولا تقدمي؟ لا، امثل احلى. خلاص يا داليا بقى، سامح هو اللي كسب الموضوع ده خلاص. يعني انت شايفه ان انت لو مثلتي ده احلى؟ اه. طب مين اكتر فنانه بقى من الفنانات الموجودين دلوقتي بتحبيها؟ دنيا سمير غانم وامي سمير غانم. هما في ذوق. كان في مسلسل قطاطا طبعا، في قطاطا طبعا كان جامد جدا لبابا، انا كنت بضحك وانا بتفرج عليه. كان عاجبك؟ ها، بيعجبك شغل بابا؟ اه جدا. وبتبصي بقى وتقولي له ده حلو وده وحش؟ اه. طيب احنا النهارده يعني هنعمل زي الكاميرا تيست. أوكي. في مطبخ البنات لبابا. بابا اكيد بيتفرج طبعا، انا متاكده، وماما. فالنهارده هم هيشوفوا بقى المواهب الفنيه. مطبخ البنات المفروض ان انت بتيجي وبتعملي لي اكله بتحبيها وهتعلميها لنا معاكي. فالنهارده انت هتعلمينا ايه بقى يا حبيبي؟ مكرونه ملونه. الموضوع ده كبير. طب عشان بس ايه، كل الناس عندها فضول عايزه تعرف يعني ايه مكرونه ملونه او ايه المقادير بتاعتها. احنا بنجيب ميه مغليه بنحطها على النار في حلق، يعني بنسلق الميه. بعدين بنحط لون عشان النهارده احنا هنعمل اخضر، عشان ما ينفعش نحط اربع حلل على النار، فهنعمل اللون الاخضر. طيب دلوقتي علشان نقول لكل البنات اللي بيشوفوكي او للمامهات الالوان، الالوان بتتباع، الالوان طبيعيه وعادي بتاعت الترت هي اصلا. اوكي. فبتتباع في ميدان الجامع. ماشي، يعني ممكن اي مكان بيبيع مستلزمات الترط والحاجات الحلوه يشتري الالوان دي الوان كلها حاجات طبيعيه، وممكن تتحط على الاكل عادي وما فيش اي مشاكل فيها، صح؟ تمام. ملون طعام احمر وازرق. وده اورنج. احنا النهارده هنعمل اللون الاخضر. اوكي. فاحنا هنحط نقطتين من اللون الاصفر. ماشي. انت بتركبي الوان كمان، هايل. يعني ممكن كمان من الالوان الاساسيه نحط ونركب الوان تانية، صح يا حبيبي؟ طب دي فكره حلوه برضه. اهي ده المقدار، اتنين كده في نقطتين كده في الغطا ونحطهم ونقطة في البول. نقطه واحده بس من اللون الازرق. تمام. عشان اللون الاصفر بيفتح الحاجه. صحيح، كل ما نعوز نفتح لون نحط اللون الاصفر اهو. صح كده، حلو جدا. هنروح حاطينهم، هنفتح النار. تمام. قولي لي بقى، انت شاطره في المطبخ عموما؟ بتعملي حاجات تانية ولا دي اكتر حاجه انت شاطره فيها، المكرونه الملونه دي؟ لا انا يعني بتعملي حاجات كتير اليوم في البيت ولا لا؟ دي بقى الحاجه اللي انت يعني ما يحبوا بقى يعملوا اكله تجنن. حبيبه تعمل لنا المكرونه الملونه. هنحطهم كده. اوكي. هنقلبهم يعني بس ميه عشان السلق، ميه السلق بتاعت المكرونه بنحط عليها اللون بس عشان نستفيد بالشويه دولت. فلازم نحط كده. يا سلام، مدبره. نقلبهم كده. يا سلام، هي جدتي اللي علمتني الحركة دي. جدتك جميلة وأكلها جميل أصلا. احنا كده استفدنا. حلوة قوي. هنستنى بقى لحد ما هي تغلي عشان نحط المكرونة زي ما بنعمل بقى أي مكرونة عادي. بس نستنى، بس الفرق هنا إن احنا بنحط اللون على المية علشان يغلي ونحط المكرونة بعد كده فيه. أيوه. طيب حبيبة دلوقتي أنا ممكن مثلا اعمل كده، انت مثلا عامله لنا مكرونه لونها اخضر، صح؟ طب هل انا مثلا ممكن تعملي اعمل كذا لون في المكرونه تبقى ملونه؟ حضرتك بتحطي اربع حلل على النار. هنا افصل بقى. اوكي. هنا مثلا لون اخضر، ولا حضرتك عايزه تعملي اورانج تحطي نقطتين اصفر على نقطه احمر. وتحطيهم يعملوا لك اورانج، والاثنين التانيين مثلا في موف ممكن تحطي في واحدة أزرق وأحمر. أوكي. أزرق يعني لو أنا عايزة أعمل ألوان كتير بفصل زي لما عملت هنا في واحدة تانية واسلق فيها برضو المكرونة باللون تاني أنا عايزاه، وبعدين بعد كده أحطهم
على بعض في الطبق بعد كده. طيب احنا كده مستنيين الميه تغلي، نحط بقى المكرونه لما تمام تغلي. لما تغلي هل انت بتحبي ان انت تفاجئيهم طيب بيها، ولا دي بخصوص لاصحابك بس؟ يعني انا مثلا قلت ان دي ممكن تبقى لطيفه جدا لو في بنوته رايحه ديش بارتي مع صحابها. هو بابي هي قبل كده مامي قالت له اعملها لي، فبعدين هو عملها بقى ادى لاصحابه وعجبهم قوي الفكره ديت، وقال احنا لازم نعمل زيها. يعني الفكره بابي دي بابي كان عنده ديش بارتي برضه. تمام، وهو غش منك الفكره؟ لا. طب حبيبه يعني انت حابه المطبخ ليه؟ يعني ايه اللي خلاكي تحبي المطبخ وكده؟ يعني اصل انت عارفه المطبخ ده مش كل البنات بتحب تخشه ابدا. يعني انا تقريبا هو تسليه. يعني انت بتحبي الطبيخ؟ عشان بقعد زهقانه في البيت ف بتسلي وقتك. يعني انت واخداه مثلا كنوع من انواع الهوايه مثلا؟ تمام. انا عارفه انك بتعملي كمان كيك. كيك العصفوره قالتني برضو ملون زي ده. يعني انت جايبه الالوان وبتلوني بقى المكرونه وتلوني الكيكه ومظبطه نفسك. تمام. طيب والكيك بقى بتعمليها ازاي؟ قولي لي كده الفكره لغايه ما الميه تغلي. الكيكه الملونه بتلون ازاي؟ بنجيب اربع حاجات كده مدوره اطباق، بنحط في واحده اربع بيضات عليهم فانيليا. تمام. ونروح ضربينهم، وفي الثانيه بنروح حاطين كوب سكر. دي المقادير. طب بصي الكاميرا بتاعتك اهي، كاميرتك قوليها لنا يلا. بنحط في الثانيه كوب سكر زائد نص كوب زيت، وبعدين نروح حاطين الاربع بيضات على الفانيليا على النص كوب سكر والكوب سكر والنص كوب زيت، نحطهم على بعض. تمام. بعدين في الثالثه بقى بنروح حاطين 2 كوب دقيق زائد بيكنج باودر، ونروح حاطينهم كلهم على بعض، ونحط عليهم كوب عصير برتقال عشان بيخليها طعمها حلو، بيدي فليفر لطيف. تمام. بعدين بقى بنحطهم الاول، بنجيب هي في الطبق، فبنروح جايبين اربع اطباق برضو، حاطين شويه هنا شويه هنا وشويه هنا وشويه هنا. اوكي. وبعدين تحطي بقى حضرتك اللون اللي انت عايزاه على يعني. على مجموعه العجينه المختلفه اللي في كل طبق. يعني مثلا في اول طبق اورانج، ثاني طبق اخضر، بعدين نروح نقلب كل. انا لازم استعمل الاورانج بدل بتتقال منك بالقمر ده. طب المكرونه كده ايه؟ الميه احنا نكمل بقيه الكيكه بس. انا طبيخك اخباره ايه؟ لا لسه شويه. طيب ماشي. فبعدين بنحطهم بقى كل بنقلبهم كل طبق بنقلبه، ونروح حاطينه بقى في صينيه تيفال كبيره، ونروح حاطينه الفرن. طيب احنا عشان الوقت معانا مش هنلحق نسلق المكرونه. عشان خلاص قدامنا تقريبا دقيقتين. انت جايبه لنا معاكي يا حبيبه شكل المكرونه في الاخر صح؟ طب هتقولنا بقى بس احنا المفروض الاول في حاجه عايزه تقوليها لنا هنا في المكرونه. لما هي تخلص خالص، في ناس بيقولوا ان لونها لسه ما غمقش، فتسيبوها لحد ما تستوي خالص. يعني عشان لما تتسلق في الميه نسيبها لغايه ما تشرب اللون جدا، وبعدين نروح حاطينها في المصفى ونصفيها، ونروح مرجعينها تاني في نفس الحله. اوكي. ولازم نحط عليها زيت وملح. تمام. علشان الزيت بيثبت لون المكرونه وبيخليها ما تلزقش. صنعه برضو مش اي كلام، يعني برضو مش مجرد لون وبتاع، لا ده في فكره في الموضوع. وبعدين المفروض نغطيها علشان لو اتعرضت للهواء هتكبر المكرونه، هتكبر، فمفروض نغطيها. بعدين بقى نحطهم في الاخر على ده. النهارده حبيبه قالت لنا اسرار الشيف حبيبه، يعني مش بس الطبخ. على فكره انت عارفه ان الشيفات لما بيجوا يعملوا اكل ما بيقولوش الاسرار كده؟ يعني انت النهارده مديانه اسرار جامده جدا. طب فين بقى الشكل النهائي بقى علشان نعرضه لكل اللي بيشوفوكي؟ يعني انا عارفه ان النهارده بنات كتير جدا هتطلب من ماما تعمل المكرونه الملونه زي حبيبه وتخش المطبخ. عموما هي فكره حلوه، انا بس عايزه اقول يعني لمشاهداتنا الامهات الجميلات انها فكره حلوه لتشجيع البنات انهم يدخلوا المطبخ بافكار لطيفه، وفعلا هتبقى ظريفه قوي لو عندنا عزومه وبناتنا هم عاملين اكل على السفره هم اللي عاملينها. ده اول لون الاصفر. الله، الوان بقى تحفه يا حبيبي. تاني ده لون ده الروش. ده الاخضر اللي احنا بنعمله دلوقتي. وده الاورانج.
اهو واو تحفة. نحطهم بقى يلا بقى كل نحطهم بقى في على بعض. بعض بقى. اه ايه رايكم بقى؟ مش اي مكرونه، مكرونه حبيبه. احنا نسمي المكرونه دي مكرونه حبيبه. حق اختراع الاخضر. وطبعا انا ممكن احط الالوان بقى اللي انا عايزاها، عايزه أوه. اعمل لونين بس، عايزه اعمل ثلاثة اربعة حسب ما انا عايزه، مش كده يا حبيبه؟ اه كل واحد حسب ما هو عايز. بس شوفوا الالوان لما بتبقى مع بعضها بتبقى جميله جدا. هنقلبهم بقى. تعالي يا حبيبه بقى هاتي البتاع هنا كده، الطبق بتاعك الجميل ده عشان نعرضه هنا للمشاهدين. يلا حبيبه تعالي قربي هنا بقى، تعالي اقفي هنا كده في نورك. طبعا بقى لما نخش مجال التمثيل طبعا كده. بابا هيقول لنا بقى موضوع النور والحركات دي. احنا اهو بنجهز اول طلعه يا بابا. اهو لقيت. واو. وبعدين بقى الصوص بنروح حاطين الصوص عليها. تمام. او مقادير. ادينا بقى بسرعه كده مقادير الصوص علشان ايه اللي عاوز ياكل المكرونه دي بالصوص. حله. اوكي. وبعدين بحط زيت واستنى لحد ما الزيت يقدح. ها. وبعدين بروح حاطه البصل. يقدح دي مع مين يعني؟ اساتذه الطبيخ. بروح حط بعدين بنروح حاطين البصل. هي لو اللحمه متعصجه وفيها بصل وكله ما نحتاج، مش هنحتاج لبصل. أوكي. لكن لو مش هي مش متعصجه هنحط بصل. اوكي. بعدين هنروح حاطين صلصه الطماطم. تمام. اوكي لحد كده ما تتشوح مع بعضها. وبعدين هنروح بقى حاطين اللحمه المفرومه. تمام. وتتحط بقى ممكن بره او تتحط على تتحط عليها كده حسب الرغبه. تتقدم حسب الرغبه. ولو احنا رايحين ديش بارتي نخلي المكرونه لوحدها ده واللحمه لوحدها. صح كده؟ مبسوطه مني؟ فهمت انا صح؟ حبيبه انا عايزاكي تقولي للمشاهدين اي حاجه انت حباها، او للبنات تشجعهم يخشوا المطبخ تقولي لهم ايه؟ انا بشجعكم انكم تيجوا المطبخ، عشان وبشجعكم كمان انكم تحبوا المطبخ، تحبوا الطبيخ، عشان الطبيخ حاجه حلوه وكويسه ومسليه. وانا مبسوطه قوي ان انا معاكم النهارده. واحنا يعني مش عايزه اقول لك احنا يعني قلبنا بيدق من السعاده. مبدئيا احنا قلنا احنا وعدنا بعض هنصور سيلفي، عشان معلش عشان حبيبه بتحبي السيلفيز جدا. يلا نصور صوره بقى ونعمل ايه للكاميرا كده. يلا تعالي انا وانتي كده. طب نصور جنب المكرونه. تعالي. يلا احنا ممكن نقول لكم باي باي واحنا نصور على فكره. باي باي. يلا شفتي الصوره الجميله حلوه. اوه. باي باي. باي.